والو هادشي دابا شي 8 شهور بحال هكا باش جا عنده هو وصافي تسامحوا بيناتهم وفي التالي بقات العداوه حتى جا وقف عليه في السوق جاو هما ثلاثه بالسيوفه ضربوا على وجهه هنايا وهنايا وقطعوا لي ثلاثه الصباع من اليد. السلام عليكم ورحمة الله، أحلى متتبعين ويا أحلى متتبعات، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. هاد فيديو أخوتي كما سمعتوا في المقطع، هذا الأخ ديال محسن مول فعلا اللي نهى الحياة للأسف ديال زهير اللي بقى فينا كاملين وبقى في جميع المغاربة. فاخوتي غادي نكملوا هاد المقطع هذا. كما سمعتوا قال بانه طاروا له 3 ديال الصبعين وهذا هو الموضوع ديالنا ديال هاد الفيديو. كملوا اخوتي الفيديو وغادي نرجع معكم، كملوا عفوا المقطع فقط وغادي نرجع معكم. ورا تا هو يبقى فيه الحال وهذا الشيء اللي وقع اللي وقع. هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا بلي اغتصب هاد الهضره هادي راه ما كايناش، راه هما هاد الناس هادو هو لا نشد ديك الهضره اللي قالوا عليه، راه بحال اللي كيدوا على شي وحش، بحال اللي ماشي خويا هذاك، بحال اللي كما سمعتوا اخوتي الاخ ديال محسن تينفي وتيكذب الاقاويل اللي كتقول بان خوه اغتصب خد زهير، ويعني كما كانش هادشي هذا شنو اللي راه يخلي زهير انه ينفعل ويمشي عند المجرم ويهجم عليه. فاللي تيتعنى بالقوة تيموت بالضعف. فاخوتي المستجد او الخبر الجديد اللي كاين في هاد القضية هادي هو انه محسن الحالة ديالو ما كتبشرش بالخير داخل السجن. كما كتعرفوا كاملين بانه تقطعوا له 3 ديال الصبعين، وعلى اثر هاد الشيء فهو داو في الاسعاف بجانب المرحوم الله يرحمه الساليه المستشفى باش يتلقى العلاج من قبل ما يديوه للسجن، ويعني داروا له الاسعافات الاوليه. ومن بعد اخوتي الميكروب يعني طلع له الفوق ودخل في واحد الحاله اللي هي خطيره بزاف، وقبل ما يوصل له الميكروب للقلب فارتأى الاطباء الى انهم يبتروا له اليد ديالو، لان هذاك كيبقى السم يعني للاله او الاله اللي تضرب بها مسمومه، فهذاك السم غادي يوصل له للقلب وغادي يموت. فاضطروا انهم يقطعوا له اليد ديالو، وهذا هو الجزاء ديالو. ومازال غادي يشوف هذه غير البدايه، لان اللي كيتعدى على خوه المسلم فربي كيجازيه. ومن يقتل كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صدق الله العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشيء اللي بصراحة شفناه روعنا كاملين، روع اكثر من 40 مليون مغربي اللي تألموا بصراحة، تألموا ودعاوا على محسن. ف 40 دعوة من غريب كتوصل وكتكون مستجابة، فما بالك من اكثر من 40 مليون دعوة ديال المغربي. فهذا عذاب الدنيا، اما عذاب الآخرة ما يعلم به سوى الله سبحانه. مازال العقاب ديال الله غادي يكون حتى هو. فاحنا صراحه كنتالموا من نهار اللي شفنا ديك الجريمه اللي هي كانت بشعه بزاف بزاف، ما حتى واحد ما قدر انه يستوعب هذاك المنظر وديك الحاله اللي دار الجاني الزهير الله يرحمه. هاد النوع بصراحه ديال الجرائم ما كنشوفوهمش لا في المغرب لا في الدول العربيه. هاد النوع من الجرائم معروف، كنشوفوه غير في الافلام في امريكا اللاتينيه، حيت فهادوك البلايص في كاين المخدرات وكاين المهم دوك بزاف ديال مروجين المخدرات في هادوك المناطق.
فكنطلبوا من الله سبحانه انه ينزل عليه الغضب ديالو والمقت ديالو، لان بحال هذا النوع هذا غير مرغوب فيه بشهادة المغاربة كاملين. فاحنا المغاربة ما كنبغيوش هذا النوع هذا انه يكون بيننا ويعيش معنا. كنطالبوا بالاعدام ديال بحال هذا النوع هذا باش يكون عبرة لغيره او اللي فكر انه يدير بحال هذا العمل هذا مرة اخرى. فهو قطع له اليد ديالو وربي عاقبه بالمثل، لان الله سبحانه يمهل ولا يهمل. فمن مات وهو يدافع عن ماله او عرضه فهو شهيد عند الله سبحانه. فالله يرحم زهير ويوسع عليه، لانه ما كانش غادي يمشي عنده ويهجم عليه كما استفزوش ولعب له على الاعصاب ديالو. فهو جره باش يمشي عنده ويدير فيه ما بغى، هو وهذوك الجوج اللي معاه، لانهم كانوا دارسين هادشي هذا، كانوا عارفين بان الوسيله الوحيده باش انا غادي تجيب زهير هما دوك الصور اللي صيفطوا عبر الواتساب باش يستفزوه ويثيروا الغضب ديالو. فهو فقد السيطره على اعصابه، لانهم عارفين ما غاديش يقدوا عليه نظرا للقوه البدنيه والجسمانيه ديالو. وفعلا تحقق لهم داكشي اللي بغاو، ضربوه مسكين وتعداو عليه وكسروا له الجمجمه ديالو وفقد مسكين التوازن. وجدك الشقي اللي بدا تيطعن فيه وصراحه وتيقطع فيه، لا ياخذ فيه الحق. ف راه بدا العقاب ديالو دابا في المراحل الاولى اللي دخلوا السجن، ومازال ان شاء الله غادي تشوفوا ما اكثر. وهذا الخبر اخوتي ديال البتر ديال يد محسن جاء عن طريق صديق حميمي ديال زهير الله يرحمه في الصفحة ديالو في الفيسبوك، نشر هذا الخبر هذا. ونظرا للاحترام هذا الشخص هذا فهذيك معلومة شخصية ليه، ما خصناش اننا نديروها او نشروها في اليوتيوب، لان هذيك كتبقى معلومات شخصية. الحساب ديالو ما خصو يعرفو حتى شي واحد، المهم هو حساب شخصي ديالو. هذا الشخص هذا قال هذا الخبر هذا، قال بان اليد ديال محسن تم القطع ديالها، لانه الميكروب طلع ليه الفوق، وباش ما يوصلش للقلب ويموت قطعوا له. الحل الوحيد هما انهم يقطعوا له اليد ديالو. فاخوتي غادي نخليكم دائما كما عودتكم في الفيديوهات ديالي تبقاو مع هاد الصور اللي كتألمنا كاملين ديال زهير الله يرحمه، كنبقاو معها على الاقل اننا نشوفوا دوك الصور وندعيو معاه بالرحمة والمغفرة، وكذلك ندعيو على الجاني بالعقاب والعقاب الشديد. فنخليكم مع هاد الصور.